غادي نروحوا نهار تكلمت معايا على المباشر في بث تكلمت في تلفزيون جزائري سيدة ملكة معطوب اسمها ملكة هذه اخت معطوب واش قالت لي يشهد الجميع الشعب الجزائري كله سمعها واش هضرت قالت لي ارحلي تروحي لبلادك ترجعي للسعودية هذه عنصرية ولا مش عنصرية واحد يطردك من بلادك يقول لك انت ما كيش في بلادك هذه البلاد حنا حشيش القرمود كل الشعب الجزائري شافها وكل الناس سمعت وشافت في الداخل والخارج هي طردتني قالت لي تخرجي من هذه البلاد انت وامثالك وتروحوا للسعودية تروحي منين جيتي تكلموا ولا ما نتكلموش ندافعوا على وطنيتنا وانتمائنا للجزائر ولا ما ندافعوش ولا نهضروا نسموا مش ملاح والعدالة مفتوحة امامهم طبعا احنا ما عندناش حق نهضروا كيفاش لان هنا قضية مبدأ مش قضية شخصية تخصني انا لانه كيعود واحد كما هك يقدس يسب في 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 مؤسسات الدولة ورجال الدولة وبغض النظر عن المراحل ما يهمنيش انا نتكلم الان انا راني نتكلم جماعة على مؤسسات الدولة ورموز الدولة ما نتكلمش على المراحل ما نتكلمش على اشخاص عبر المراحل انا تهمني مؤسسات الدولة احنا لاننا نحترم القانون